طبعا بنقول لحضراتكم وانا سعيد ان انا كنت موجود معاكم النهارده، سعيد بالفتره اللي انا قضيتها، اللي انتوا كنتوا دايما في ظهري، الناس المشكوره كانت بتيجي دايما بتحضر ماتشات من المدرجات، وكانوا بيغنوا للعيبه وانا واحد من اللعيبه، بركات بركات والله بعود يا بركات، الناس دي تشكر، الناس اللي قدام التلفزيونات تشكر، كل جمهور النادي الاهلي يشكر. كنتوا واقفين جنبنا في الوحشه قبل الحلوه، واحنا حاولنا بقدر الامكان يعني نبسطكم وندخل عليكم السعاده يعني على قد ما نقدر. اكيد جينا في فتره من الفترات اثرنا مع حضراتكم، ولكن يعني اكيد كان غصب عننا، يعني كان دايما كل حاجه بيبقى فيها ساعات الواحد بينزل شويه بيعلى شويه، بس اسفين على اي حاجه طبعا يعني زعلناكم فيها، اكيد كان غصب عننا. اتمنى الجيل اللي موجود دلوقتي، مجموعه اللعيبه، تبقوا في ظهرها كالعادة، وده مش هيبقى جديد عليكم، وكل الدعم، واحنا ده برضو مش قلقانين عليه، واحنا ان شاء الله في نفس الوقت بنقول للعيبة اذا كان الجمهور هيبقى واقف في ظهركم، اذا كانت الملايين هتبقى موجودة معاكم وفي ظهركم دايما ومعاكم على الوحشة قبل الحلوة، فلكن لازم يكون في قتال في الملعب، لازم يكون في روح في الملعب، ان انت تبين للناس دهيت ان انت بتشجعني، وفي نفس الوقت انا في نفس الوقت مقدر وجودك في ظهري، وعشان كده انا عايز اطلع لك احسن حاجه واقدم لك احسن حاجه، وفي الاول وفي الاخر اللعيبه مع الجمهور مع الناس المحترمه اللي موجودين في مجلس الاداره، اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه باحترام المنافس، وباكد للمره المليون على احترام المنافس، مهم ان شاء الله ان شاء الله نقدر نعمل حاجات كويسه قوي، ونرجع بقى نسمع بقى، وان احنا بقى بناخد بقى، مش عايزين دوري بقى اسلام بقى خلاص بقى، يعني عايزين ناخد دوري، وعايزين ناخد كاس، وعايزين ناخد السوبر اللي هيتلعب يوم الجمعه ربنا يوفقنا، وعايزين ناخد السوبر افريقيا الافريقي بعد ما ناخد افريقيا، عايزين نلعب نرجع كاس عالم اليابان، يعني فاهم، عايزين نرجع للاجواء دهيت، لان الاجواء دي مختلفه يعني طبعا. في اللعيبه يعني اما هتروح كاس العالم ان شاء الله في قصة تانية. في اليابان، في المغرب، في قطر، في اي حته هتتلعب فيها، هيلاقي ان الوضع هناك مختلف تماما، وانه كان لازم يروح المكان ده. فكل التوفيق للعيبه، كل الشكر والتقدير لجمهورنا على المسانده لا تتوقف، سواء دلوقتي او على ايامي، كفايه المحبه اللي انا بشوفها يعني ببقى ماشي في الشارع والله. والله ما قريتش حاجه على تويتر يعني، بص انا كفايه المحبه اللي بشوفها في الناس، ويعني ازاي الناس بتحترمني، وانا الحمد لله بحترم كل الناس. ف كل الشكر ليكم، كل الشكر للاسلام الشاطر اللي فتح لي المجال ان انا النهارده اكون موجود معاكم ونتواصل، كل الشكر للسيد معوض اللي عمل لي مكالمه من بره وفجاه بعد دقيقتين لقيته جوه، كل الشكر للنجوم الكبار اللي عملوا لي مداخلات، كل الشكر للمدربين والنجوم الكبار، اي حد اتكلم عني في اي تقرير من التقريرين الثلاثه اللي اتعرضوا، سواء مدربين كبار، سواء لعيبه، سواء قبل ما لسه عامل خلاص عشان لسه هنزل الدمعه، هتنزل يا اسلام في الاخر. هو كان انا اسف، طقم بيتقال مره بقى، انت فصلتني، اتفضل يا نجم، خلاص كل الشكر يا جماعه، انت فصلتني، كان هيكمل الطقم ده، كنت تلاقي الدمعه نازل من هنا كده وبتاكل، والناس تسقف والستاره تنزل. فصلتني يا جماعه، اعتبرني مش موجود يا نجم، خلاص والله، والله ما اعرفش افتح بقى. لا والله خلاص، انا 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 اختم الحلقه، انا بجد سعيد، الحمد لله ان انت سعيد. انا بس بقول لك، كنت عايز اقول لك ايه، انت كان عندنا والله العظيم ثلاثه، مش هزار، عندنا 9 تقارير خلاص، وكان عندنا 9 تقارير. ليه يا عم كنت هتعرض دي في 9 تقارير؟ ناس كتير قوي يا بركات وناس كتير قوي هتزعل مني دلوقتي. ليه؟ خلاص ليه؟ واسئله، انا خلي بالك ما خدتش ولا سؤال من اللي موجودين. على سيد، هو سيد معوض ده، ولا هو سيد برضه؟ والله العظيم ثلاثة، لو دورت على اي حاجه هتلاقي سيد معوض، هتلاقي سيد معوض. شرفتني ونورتني يا نجم، يعني انا مش عارف اقول لك ايه، ولكن بجد حب الناس مش يعني مش حاجه بسيطه. لا خلاص والله، ده نعمه من عند حب بجد، خلينا نتكلم بجد ثانيه، والله العظيم نعمه، والله يعني بجد حب الناس مش حاجه بسيطه، فانت الناس بتحبك جدا جدا جدا، وللمره المليون انا بقول لحضراتكم ان بركات هو اللي طلب يكون متواجد هنا في قناه النادي الاهلي النهارده تحديدا، وانا طبعا من اسعد حلقات حياتي ان انا بكون مع محمد بركات، لانها اول حلقه بتكون، اول مره احنا نعرف بعض بقالنا 25 سنه ال 25 سنه اول مره نبقى مع بعض على الهواء هي كانت النهارده، فبالنسبه لي من احلى حلقات حياتي يعني النهارده، لان ما كنتش شغال فيها مذيع خالص.
اقفل بقى يا اسلام بقى، احنا بقى لنا ربعايه بس، احنا عمالين نقول وقت برق... لا بقى لنا ربعايه ما اتكلمتش خالص لحد حرام عليك رحم يا عم، ما انت عندك اصل النهارده سهره مع سهره مع تستحمل، انا ما انت في ملعب الاهلي بتقعد انت اللي بتتكلم وحد بيتكلم غيرك. يا جماعه شيل من هنا، بشكركم يا جماعه، انا اقول لكم انا مش هخليه هو اللي ينهي الحلقه دي. كل الشكر لحضراتكم على متابعتكم، وان شاء الله نوعدكم بعد كده طبعا مش معايا اكيد، مع الكابتن اسلام في حلقات تانية مع ملعب الاهلي وسهره معه، وتصبحوا على خير.